شو حكاية شبهات الفساد هذه والمعارف اللي حكيت عليهم والموجودين في توزيع القضايا بين المحامين سيد العميد؟ هذه طريقة كانت معتمدة في وقت بن علي لشراء ذمم بعض زملاء المحامين ولضرب استقلالية مهنة المحاماة. الانجو هو كما تعرف ملفات الدولة، مؤسسات العمومية والشبه العمومية اللي تحتاج هي كغيرها من المؤسسات المحامين. وفي العهد البائد كانت المؤسسات هذه تم توزيعها على قاعدة الولاء السياسي وحتى الأمني. فبعد الثورة كانت من بطبيعة الحال من أهم المطالب اللي احنا نادينا بها وتم تحقيقها جزئيا أيام قليلة بعد الثورة، هو إلغاء هذه القوائم اللي كانت تخرج من الرئاسة ولا من إدارة الحزب ولا يعني الانجو متاع البورتفوي هذا متاع شكل حكاية 50 مليار اللي هما ندخلوا فيهم كذلك حتى الشركات الأجنبية، شركات المحاماة الأجنبية اللي قاعدة تخدم في تونس واللي أهم حريف لها للأسف هي الدولة التونسية. فاللي صار باختصار أنه تم الاستجابة جزئيا لهذا المطلب ودخلنا في مفاوضات مع كل من السيد محمد عبو أنا ذاك اللي كان وزير الإصلاح الإداري، مع الأستاذ نور الدين البحيري اللي هو وزير العدل، وتوصلنا إلى صيغة نحن ما رضتناش كلية لكن أرضاتنا معناها واعتبرنا اللي فيها ليسونسيال، أنه يقع تشكيل لجنة وطنية، يقع ضبط معايير لإنابة المحامين لمؤسسات هذه العمومية اللي باختصار يعني بسرعة كذلك أن المحامين ينوبش أكثر من ثلاثة مؤسسات باش نقضيه على الاحتكار، تحديد السقف الأدنى والسقف الأدنى للأجور، المحامين اللي في الجهات تمشي لهم القضايا المنشورة في الجهات، و وهذا أهم جدا المحامين الشبان وخاصة متمرنين يأخذوا جزء من القضايا هذه، وهذا الكل باش يقع بطبيعة الحال مراقبته عن طريق لجنة وطنية تتشكل وتكون هيئة الوطنية ممثلة فيها وتكون بطبيعة الحال رئاسة الحكومة، وزارة العدل، أملاك الدولة، البنك المركزي، وزارة المالية. اللي وقع باختصار أنه وصلنا وقدمنا الصيغة هذه متاع المنشور وخرج حتى من عند السيد نور الدين البحيري آنذاك، ولكن تمت مماطلتنا والحكاية معناها تعطلت على مستوى رئاسة الحكومة، وعلى رغم الاحتجاجات والمكاتبات والاجتماعات معناها تقدمت الأمور أخيرا بطريقة اللي نحن نعتبرها مؤسفة ومعنى ديسوفونت، أنه أعطونا مشروع متاع منشور فيه تقريبا الشيء اللي نحن طلبنا فيه ما عدا ليسونسيال اللي هي هذه معناها اللجنة. بهذا يعني اللي العملية يمكن باش تتواصل بطريقة معناها أخرى، وفما بطبيعة الحال رد على سؤالك عديد الأخبار اللي تتواتر لأنه المحامين يحضروا في المحاكم يشوفوا شكون ينوب، البعض كذلك الأخبار اللي على قاعدات بعض الوزراء.